أشهر المعهد شيلها، وكان فيه محاضرات لأساتذة محترمين كويس قوي، وعرضوا كويس قوي وعرضوا القانون. والأهم من كده إن هم أساتذة في الجامعة ومحامين بيمارسوا رسالة ومهنة المحامي. ده طبعاً اللي إحنا كنا بنبقى حريصين على إن هو يجي، لأنه بيجي بيدي عملي وواقع وقانون. فطبعاً الكلام ده، وطبعاً إيه الأساتذة كلها متعددة ومتعددة في كل واحد في تخصصه. وكان انتوا طبعا كنتوا موجودين، واعتقد ان اللي اتعرض في الفترة دي مش هتكلم انا ولا ايه بقى، لان انتوا كنتوا موجودين والناس دي جاية ليكم انتوا. الناس دي جاية ليكم انتوا، مش جاية لحد تاني. القامات دي كلها جاية لكم، والنقابة اللي بتجيبها، والنقابة اللي بتدعم، والنقابة بتدي لكل واحد اللي عايزه. ليه؟ عشان كنتوا طبعا اللي انتوا طبعا كنتوا المحاضرين دي كلها، واللي بتدعموا النقابة، واحنا موجودين كلنا من الاول للاخر. كل ده علشان ايه؟ نعدوكوا انتوا لبكرة، علشان تبقوا انتوا المحامين بتاع الغد، انتوا المحامين بتاع بكرة. انتوا اللي هتمارسوا المحاماة، وانتوا هتحملوا رسالة المحاماة والمحاماه كل. فاذا انتوا النهارده عليكم مسؤوليه كبيره جدا. انا بعتقد انتوا فاهمين انك جاي تقعد في المعهد 6 اشهر وهتاخد الكارنيه وتمشي. لا مش هيحصل. احنا مش عايزين الكارنيه اللي هو هيمارس المحاماه. عشان تبقوا عارفين كله كده. انما بالطريقه دي ان احنا نقابه عامه وجمعيه عموميه ونقيب عام ومجلس وكلنا كده مسخرين لخدمة حضرتك. تخيلوا بقى ايه ده؟ ايه العز ده؟ معقول؟ وانتوا فين بقى؟ انتوا فين؟ في ناس موجودة فعلا من أول يوم. واحنا يوم الأحد يوم الأحد الناس اللي كانت موجودة كانت حاجة كويسة أوي. فعلشان كده احنا اليومين ده اللي هنقعدوا الدرجين دول هيبقوا مهمين. وانا بكرر تاني واخر، اللي مش هينجح في المعهد نتيجه الدراسه اللي كانت بتبقى في المعهد، الناس اللي كانوا في حضره، الناس العلماء الممارسين في مهنه ورساله المحاماه، اللي هو المفروض اللي قالوه لو كان واحد جاي ما فيش في دماغه كلمة، لا يبقى فاهم، يبقى اتعلم، لأنه سمع وشاف وإحنا بنعرض وإحنا بنتكلم وإحنا بنمثل في وقائع وفي جرائم وفي موضوعات متعددة. يعني اللي ما اتعلمش يشوف مين هيتعلم، إنما لا شاف ولا اتعلم ده هو فهو حر. احنا عملنا اللي علينا، هو حر. احنا كل اللي هنوصل لغايه اخر لحظه، وبعد كده يعني اتمنى ان الكل يكون وصل للمرحله دي وعاش فيها كويس قوي. انا عايز اسال، امال انتوا بتروحوا ايه المحكمه؟ انتوا بتروحوا المحكمه؟ انتوا بتروحوا المحاكم؟ مين المحامين؟ واحنا في السن ده لا عرفنا كويس، وعرفنا قانون كويس، وعرفنا وقائع كويس، وازاي نترافع، نترافع في الجنايه وفي المدن وفي الشرع وفي كل ده. ازاي احنا عرفنا كل ده ونروح المحكمه؟ اعتقد يبقى احنا من حقنا عليكم ان احنا نروح المحكمه برضه. ماشي يا استاذ، استاذ انت اخر واحد. انت حضرتك انا انت ومين بعدك؟ مفيش وراك. اقعد يا استاذ انت. انت الاستاذ اللي في الاول. ايوه حضرتك تعالى. انا عارف انك كنت بتحاضر بتحضر وماظن. احنا طبعا هنتكلم معاك، مش هنتكلم معاك، احنا هنسالك ونتعلم منك. ماشي، كل الناس اهي هتتعلم منك.
احنا طبعا بقالنا 6 شهور في المعهد، وزي ما انا قلت وانت عارف وكلنا مع بعض ان احنا فعلا ال6 شهور دول كانوا في منتهى التحصيل والدقه، واللي احنا حرصنا على ان احنا نعيد دول كويس قوي. 6 شهور دول ولا 3 سنين ليكوا انتوا عشان تتعلموا المعاملات. ما تعلمتوش يبقى ايه؟ انا عارف انك فاهم الحمد لله. شوف انا بقى هديك ايه؟ حاجه كده عامه. مش هقول لك دي ايه ودي ايه، انا هقول لك انت من اول ما بدانا المعهد لغايه النهارده، انت ايه الاثر، ايه الاثر فيك؟ عرفت ايه؟ اتعلمت ايه في المحاماه؟ اتعلمت ايه في القانون؟ ماشي؟ نسمع بقى. لا اي حاجه احنا طبعا ايه؟ اتكلمنا في كل حاجه. كلها اتكلمنا فيها. نسمع بقى اي حاجه من عندك. يلا. اتعلمنا حاجات كتير عن صياغه العقود واجراء صياغه العقود ومراجعه العقود. اتعلمنا تخصصات المحاكم، القضاء العادي وقضاء المجلس القضائي. اتعلمنا بعض الحاجات عن التحكيم، بنود التحكيم وشروط التحكيم. بعض الاجراءات الجنائيه زي اذن النيابه متى يصدر وامتى يبطل اذن النيابه اللي صدر لارتكاب الجريمه او اللي صدر في محل غير خاص بوقوع الجريمه. اتعلمنا حاجات كتيره طبعا. اسال اللي حضرتك عايزه. ده انت كده مش هتخليني اقول حاجه. انت اتكلمت في معظم الحاجات واتكلمت كويس جدا، كنت بعاني وبدات برضه في الجنائي وفي الاذن وفي الاجراء والكلام ده كله. ماشي ده واتكلمت طبعا في اجراء الاذن. انت عارف الاذن بيبقى ايه، الاجراءات بيبقى ايه، امتى الاذن يبقى باطل، امتى الضبط يبقى باطل، امتى الاذن برضه بيبقى باطل لعدم جديه التحريات. كل ده احنا بنتكلمه. امتى الاذن يبقى باطل لو ما كانش فيه ندب اصلا، لم يصرح وكيل النيابه بالندب، يبقى فيه ايه؟ لا يجوز لمن ندب بالذات ان يندب غيره. خلي بالكوا الحاجات دي مهمه جدا. يعني الاذن لما يصدر من وكيل النيابه بيقول نأذن للسيد محرر المحضر بتنفيذ ضبط وتفتيش شخص او ملحقات مسكن ماشي الموضح باذن النيابه العامه والموضح قريب اسمه في منا بمحضر الضبط. يبقى هنا لما وكيل النيابه اذن لمين؟ لمامور الضبط القضائي اللي هو ايه؟ مامور الضبط القضائي اللي هو الضابط اللي عمل تحريات وعرضها على السيد وكيل النيابه، ووكيل النيابه اشر على ظهر الاذن بتنفيذه. تنفيذ الموضع اسمعه بمحضر التحريات فلان وفلان وفلان وفلان، او يقول الموضع اسمعه بمحضر التحريات والمواقع قريب اسمنا بيه عادي خلاص يبقى الاذن صح. هنا لما يجي المامور الضبط القضائي خلاص بقى خد الاذن وراح المركز وعم كوم جاب الحمله وسأله دفتر الاحوال وراح على مكان المتحرى عنه اللي هو صدر الاذن. ماشي؟ خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. هنا بيروح ينفذ الاذن وكيل النيابه اذن لمين؟ لمامور الضبط القضائي القائم بالتحريات والصادر له اذن النيابه. يبقى هو اللي يفتش، هو اللي يضبط، هو اللي يحرص، هو يروح للمركز، وهو بعد كل ده يعمل محضر ويعرض على النيابه. طيب ده اجراء صح وقانون صح. نفترض بقى هي دي برضه ونفس المأمور الضبط القضائي ده بدل ما يعمل الاجراء ده قال ايه بقى؟ راح المركز قال احنا بناء على اذن النيابه العامه قمت انا وفلان وفلان وان هو عشان كان قايم بمأموريه ندب قال انا كنا بلاد فلان الفلاني اللي معاهم في الاسم لضبط وتفتيش المأموريه دي وقال لك ومن يعاونه او ايه الكلام ده كله. يبقى احنا هنا دخلنا سكه ثانيه. الاذن هيتنفذ، بس هل هيتنفذ الاذن صح طبقا للقانون؟ لا. ليه؟
لان خلي بالكوا الاجراء ده، الاجراء بصفه عامه ايا كان بالنسبه للضغط والاسم والكلام ده كله، ده حساب، حساب للناحيتين. الضابط لما ندب مامور الضبط القضائي اللي هو قائم بالتحريات واللي هو القائم بالاذن اللي وكيل النيابه اداله الاذن، وهو اللي قام بالضبط والتفتيش، هو اللي حرص وهو اللي عرض عليه، بالمعنى الصحيح هو القائم بكل الاجراءات منذ ان بدات الى ان انتهت وتم عرضها على النيابه العامه وتباشر النيابه العامه التحقيق. هو ده. يبقى الضابط مامور الضبط القضائي ده بادئ من محضر التحريات الاذن اللي وكيل النيابه اشار عليه، خد المأموريه وراح ثبت من اكثر الاحوال، وراح خد القوه وراح فتش في البيت وراح عثر على المضبوطات ايا كان نوعها وخدها، وراح بعد ما انتقل الى المركز حفظ الاحراز دي كلها وعرض على النيابه العامه. خلاص يبقى هو هنا كده خلاص. العكس بقى لو هو ما كانش اللي هو مش مسؤول بالضبط وتفتيش الامور ده، المفروض علشان يقول ان انا انتم بالظبط، طب ما هو وكيل النيابه لم يندب احد، ما صرحش ليك بالنيابه. خلي بالكم انت بقى، ممكن الوكيل النيابه يكون فاهم كويس قوي والظابط يكون فاهم كويس قوي برضه. يعني لما جه وكيل النيابه يديله الاذن قال نأذن للسيد محرر المحضر ماشي بضبط وتفتيش خلاص كذا كذا كذا، ونبه او ندبه فلان الفلان الضابط الموجود او من يعاونه من مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الاذن كذا 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 كذا. يبقى هنا الضابط اللي هو قائم بالتحريات لو قام مأموريه الضابط الموجود هينفذ. ليه؟ لأن صدر لي نبا من وكيل النيابة المختص الصادر الإذن، له الإذن. فهمتوا؟ مهم؟ مهم جدا. أنا شايف حد كده ما فيش خالص ولا إيه الحكاية دي؟ هنسمع تاني. يبقى إذن في فرق بين ما يكون الإذن شخصي وفي فرق بين لما يكون الاذن صادر للمحرر للقائم بالتحريات ومن ينتبه او يعاونه دي حاجه ثانيه. ومن ينتبه، من ينتبه اداله اختصاص مامور الضبط القضائي الصادر له الاذن. يعني بقى ايه؟ يعني زي الكتابه يعني اللي هو الصادر ليه الناب ده زي وزي الصادر اللي هو صادر ليه الاذن. يعني ليه؟ لان الضابط الصادر له الاذن اللي وكيل النيابه صرح له بالضبط والتفتيش، هنا صرح للضابط ده بالنب قال لك ومن ينتبه نأذن تاني اهو تاني اهو نأذن لمأمور الضبط القضائي محرر المحضر والصادر له الاذن بتاريخ كذا بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن الكائن من ناحيه كذا كذا ومن يندبه يعني ايه؟ يعني ايه ومن يندبه؟ طب الناب ده هيبقى له ايه بالنسبه لي؟ ايه اختصاصه بالنسبه للناب؟ ها؟ نفس الصاد محرر المحضر، الصاد له الاذن. برافو عليك. انت ريحت الدنيا. بس في ناس لسه جنبك لسه هيسالوك. انا عارف الفكره دي. فهمنا دي. لان دي بيترتب عليها حاجات كتير قوي. لانه بياخد زي الاستاذ ما قال بياخد اختصاص مامور الضبط القضائي الصادر له الاذن.
للقانون. ايه القانون ده؟ اللي هو وكيل النيابه ده. قال لي ده خد نفس، والراجل ده الاولاني عنده مأمورية، فقال له انت تقوم تنفذ وده بكذا كذا، لانه بنفذ قرار النيابه بالصمت. مفيش فيه ده كده ولا كده. يبقى ده النجم. ومن يعاونه؟ يعني ايه ومن يعاونه؟ ها؟ ومن يعاونه يعني ايه؟ كويس، بيبقوا معاها ايه؟ انت جبت النص، جبت 50%. ايه تاني؟ اما تتكلموا، ما تتكلموا انتوا ساكتين ليه؟ ومن يعاونه يعني ايه؟ ها؟ ومن يعاونه من مأمور الضبط القضاء، ايه بقى؟ يعاونه هيعمل ايه؟ هيساعد. طب وبعد ما يساعده ماشي الكلام وهيشترك معاه وهو ها ماشي ماشي. ومن يعاونه دي ان هو يشترك معاه في ايه؟ تضبط بالليل ونروح هنا وهنا 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 وكل بس ايه بقى؟ ما يفتش، ما يحرص، لأن المعاملة دي تحت بصر وسمع مأمور الضبط القضائي الصادر له الاسم. القانون قال كده، وقال الوكيل النيابة كده، قل له ومن يعاونه؟ ومن يعاونه مأمور الضبط القضائي؟ ومن يعاونه؟ شوف معاملة، معاملة بس، شايف يعمل كل حاجة، لكن في الإجراء الجوهري ما ياخدش ويحرز ويختم والكلام ده كله، لا دي المقدرية. يبقى عينة هنا إيه؟ ومن يندب أو يعاون، ومن يندبه أو يعاونه المأمور ضبط قضايا المختصين قانونا. فهمنا دي؟ إحنا بنتكلم مثلا في القانون بالنسبة للجنايات مثلا، جنايات ومراحل الدعوة الجنائية ايه؟ أول ما بتبدأ ايه؟ لا حد يقول عشان ما احنا وبعض كده ما بنفهمش. حضرتك تبدأ مش شرط محضر تحريات، ويكون بلاغ، بلاغ مش محضر في الوقف القتل والكلام ده كله. ما التحريات مش تخشش في الاول، خليك في الاجراء الاولاني في حد بلاغ، بلاغ من قاعد المرض، بلاغ من اقارب المجنى عليه، بلاغ من واحد كان ماشي وهو شايف مش عارف حاجه كده يعني. التحريات دي قاعدين بقى لو هم ظهر الناس دي متهمين تم ضبطهم خير وبركه، ما فيش بقى النيابه هتكلم التحريات ال 17 يوم تحريات للوصول الى المتهمين. هنبدا في الايه؟ دي اديت من الاستدلال، بنبدا في الاستدلال الاول اللي كل الاجراءات اللي بيقوم بيها ضباط الشرطه، كل الاجراءات اللي بتتم في الدعوه اللي هي ايه؟ محضر جمع الاستدلالات من اول البلاغ لغايه ما يخلص ويحل ايه؟ للنيابه، يحل النيابه. يبقى هو ده الاجراء. بعد ما بيخلص بيحل النيابه، النيابه بتبدا ايه؟ تحقق. النيابه بتبدا تحقق وتبدا وتنتهي بكل مراحل الدعوه اللي تمت منذ ان بدات من التحقيق او وانتهت ايه؟ بنهايه التحقيق اللي هو هنروح ايه؟ جهه التحقيق. وبعد كده هنروح مرحلة المحاكمة. طب خلينا بقى في النيابة، اللي هنبدا الاول، النيابة هتبدا الاول ازاي؟ واحنا كلنا محامين، ما احنا موجودين في التحقيق. احنا موجودين في التحقيق، يبقى فعلا الشرطة عملت المحضر وحرزت
الحاجات اللي هي كانت مستعملة في الحادث وكلها، وحرس وكتب بالشجر الأحمر واسم الضابط وكان ده كله، وده كله في النيابة. النيابة بتبدأ تفرغ اسمها كده تفريغ المحضر. الشرطة بيودوله، الشرطة بقى أيا كان، الشرطة بيودوله المحضر، محضر مكتوب وساعات، وهو مودي المحضر بيجيب ظرف ويحط المحضر فيه ويحرسه. يعني بيحرز المربوطات معروف، وبيحرز المحضر برضه بالشكل الاحمر اثنين او ثلاثه والكلام ده كله، ويبعتوا على عشان ايه؟ يخشى على التحقيق. يعني ممكن المحضر اللي اتعمل ده، ده المحضر فيه كل الواقع، ورقتين ثلاثه، محضر جامع الاستقلال، فده هو القضيه كلها، فلازم هم حريصين عليه. فبيحطوا الظرف ويشمعه وكله بيطلع فيه كرتونه او المهم الحاجه اللي هيروح فيها ومتحرزه وتروح على النيابه. بتبدا النيابه كل الاحراز دي تفكها وتقول الحرز رقم كذا على كذا، حرز رقم كذا كذا، كل ما تم ضبطه بيحرزوه. ايا كان سلاح بيحرزوه، طلقات بيحرزوه، بندقيه بيحرزوه، محفظة بيحرزوه، أي حاجة بيحرزوه. طالما وجدت وجدت بالنسبة أثناء البحث والتحري والكلام ده كله اللي هو جمع الاستدلال. أيا كان ده بقى مش موضوع. اللي موضوعنا بقى الإجراء اللي حضرتك هتقعدي فيه قدام وكيل النيابة، وهتخش إزاي وكيل النيابة قبل ما يبدأ التحقيق وكل ده لازم نعرفه. أول ما وكيل النيابة لما كل بقى الأحراز والكلام ده كله، وفرغ محضر التحقيق، فرغ محضر التحقيق، كل حاجة دلوقتي ثابتها في محضر التحقيق. بعد كده هيبدأ إيه؟ ها؟ هيبدأ إيه تاني بعد كده؟ المتهم بقى؟ هيبدأ المتهم، ماشي؟ هنا المتهم طبعًا واقف لسه ما دخلش أوضة التحقيق، لأن التحقيق لسه ما بدأش. بعد ما يخلص وكيل النيابة فتح المحضر وخلص عدة التحقيق، بإيه؟ بيجي يدعي على المتهم. وهم جوه بقى في التحقيق والكلام ده كله، عايز بقى إيه؟ المتهم خلاص جه، ويسأل المتهم سجين. ما يسألش المتهم سجين إلا لما يبقى وكيل المحامي موجود. هو المتهم عارف إنه هيأتي المتهم. ما بيخش يقول له الاستاذ سفيان الفلاني موجود على الحاضر التحقيق، يقول له اتفضل خليه اتفضل اتفضل. والتهم واقف وكيل النيابه بيواجه، والمحامي قاعد وثبت حضوره وسد الدفعه، وابتدى يبقى حريص بقى على كل صغيره وكبيره المحقق بيسالها للمتهم. ده مهم. ما هو 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 ايه دور المحامي؟ ايه دور المحامي في التحقيق؟ ما بيترفعش. الرقابه، الرقابه على التحقيق من حقه. لو وكيل النيابه وجد المتهم سؤال خارج عن التحقيق ويأثر في التحقيق ضد المتهم، يقول له لا، من حق حضرتك المتهم مش هيجاوب. حق حضرتك المتهم مش هيجاوب. يقول له انت سألت سؤال ضده وهو ما قالوش. فهنا ده دور المحاماة. ده سؤال انت بقى وانت قاعد، كل كلمة بتتقال لازم سامعها وشايفها وعارف مضمونها ايه. بمعنى ان لازم كل الأسئلة الموجهة من السيد وكيل النيابة كلها بتصب في الواقعة المعروضة اللي وكيل النيابة بيحقق فيها، وهو بيحقق فيها وبيقول كل بما ايه لصالح المتهم. المتهم يقول من حق المتهم ينكر، ما حصلش من اول ما نبدأ التحقيق لغاية ما ينتهي، ما حصلش، كله ما حصلش، حقه حقه. القانون بيقول كده،
احيانا بقى انا بقول لك ده ايه، انت في الاول كده سالوا شفاهاتك وليس شفاهاتك اليوم، سالوا شفاهاتك حصل كذا كذا كذا، يقول له اه حصل، معنى الكلام انه بيعتاد بس شفاهاتك لسه، ما ممكن لما يجي يبدا التحقيق يقول له انت مقاولك فيه ومرسوم اليك، يقول كلام غير اللي قاله في الاول واتصارع، يقوم يقول كلام غير اللي انت مش قلت واعترفت، انت قال لي باشا ما قلتش، ما قلتش انا اللي حصل قلت عليه. لما يكون المحامي قاعد بقى وقلنا ده بعد برضه يثبت، فيقول له يا استاذ محسن، يقول للمحامي يا استاذ انت مش عارف، لا ما اعترفش. هنا دور بقى ايه؟ دور المحامي. فعلشان كده القانون بيدي المحامي حقه وبيدي المتهم حقه والنيابه حقها طبعا معروف في القانون. فعلشان كده الموضوعات كلها موضوعات شائكه جدا جدا، لكن المحامي ده كل المعلومات دي المحامي اللي ايه؟ بيتصدرها. كل ده المحامي هو المسؤول عنه، كل ده المحامي هو اللي بيحدد ايه وبيحدد النيابه ايه وبيحدد المحكمه ايه. ما هو احيانا التحقيق بيطول، بيقعد 3-4 ساعات. ما احنا بنقول بيبقى ايه؟ ما احنا بنقول ايه؟ ما هو بيطول بس فيه استراحه، فيه استراحه، هو بيبقى عليه استراحه. يا استاذ اتفضل ممكن تتفضل وتقول انا مش مرتاح، نفس الوقت الحدث بياخده بره ويقعد معاه، عايز حاجه عشان ايه؟ يشرب شاي اي حاجه يعملها، وبعد كده بعد الاستراحه يبدا التحقيق تاني يكمل، التحقيق تاني يمكن. فعشان كده القانون كده، القانون كده. فلما نيجي نقول ادي خلصنا التحقيق، سمعنا المتهم وسمعنا الشهود وسمعنا شهود النافش وسمعنا شهود الاثبات وسمعنا الطبيب الشرعي وسمعنا المعمل الجنائي، كل دول وكل دول سالوا الدعوه، الطبيب الشرعي جاب التقرير، المعمل الجنائي جاب التقرير، كل ده جه وكل الناس اتسالت في التحقيق. خلاص التحقيق ايه؟ خلص ماشي. بعد التحقيق ما يخلص بعد كده ايه؟ قرار النيابه اما بخلاء سبيل اما بالقول للمحكمه حبس احتياطي مثلا على ذمه التحقيق لغايه لما يتحول للمحكمه. ما انا خلصت التحقيق. طيب ما هو والحبس الاحتياطي خلص. استنى انا همشي معاك، انا بتكلم ايه؟ الفتره اللي النيابه بتحقق فيها وبتسال فيها كل الشهود على حسب كل واحد وظيفته، يعني شهود الاثبات، شهود الاثبات دول الظباط شهود الاثبات، ممكن قضيه يبقى فيها 10 ظباط والنيابه بتجيبهم فرع البحث وهنا 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 وهنا، وتجيب شهود كانوا موجودين شافوا الواقع وتجيبهم، المعمل الجنائي بتجيبه، انت حضرتك لو عايز تقدم طلب للنيابه عايز سؤال كذا كذا كذا، عايز اجيب اتقدم طلب برضه تقول انا عايز اجيب المعمل الجنائي عشان الواقع كذا 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 كذا، النيابه تجيب او ما تجيبش. بعد الفتره دي كلها بقى التحقيق شغال، فالتحقيق على ما يجي يخلص او اوشك على انه خلاص هينتهي، المحكمه بتعمل ايه بقى؟ ادله السوق، أدلة السهود، يعني كده بتعمل أدلة السهود وتقوم عاملاها بي وتبعتها للمحامي العام أدلة السهود وبتقول وبتحيل الدعوة لإيه؟ لمحكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف القاهرة، خلصت. بعد كده بتروح النيابة الكلية، النيابة بتعمل الكلية بتعمل أمر الإحالة ما كله، والمحامي العام بيقضي ويقول بقى نفترض المتهمين محبوسين. يكتب اهو مع حالة الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة
مع تكرار حبس المتهمين على ذمة القضية. يبقى القضية اتحلت والمتهمين اتحلوا مع المسلمين. مفيش مشكلة في كده. القضية كده اتراحت فين؟ محكمة الاستئناف العام في طنطا في القاهرة. هنا بقى محكمة الاستئناف بتحدد ايه؟ اتحدد الجلسة في الدور بتاعها وأمام المحكمة المختصة بها. يبقى إذا محكمة بتحيل لمحكمة دايرة غزة مع استمرار حسين المتهم ويبدأ في إن الموظفين بقى المستشار اللي هو المسؤول عن تحديد الجلسة بيحدد الجلسة وحدد الجلسة يوم كذا الدايرة كذا خلاص. يبقى إحنا كده القضية خلصت والتحقيقات خلصت والمحكمة خلصت واتحالت إلى المحكمة الجنائية. هنا بقى دور المحامي المرافع. أي أخطر دور للمحامي المرافع. أخطر حاجة. لأنه هو بيبدأ بقى لوحده من الأول للآخر. من أول كلمة. من أول كلمة في القضية. أنت لازم تبدأ فيها. وتتناول كله. هنا بقى في القضية دي اللي احنا بنترافع فيها انت هتبدأ منين؟ تبدأ من الأول سبحانك. أول سبحانك. نبدأ. قضية تانية. نبدأ في القضية الصفحة الأولانية. الكلمة الأولانية. التاريخ الأولاني. تاريخ البلاغ. البلاغ اللي جه من المواطن لرئيس المباحث أو لنائب المأمور أو للمأمور أو ضرب التبرش حسب اللي موجود. ده البلاغ المبدئي. التاريخ والساعة. ونبدأ البلاغ. هتقرأ البلاغ تشوف فيه. وبعد كده بيجي المأمور أو الكلام ده كله وبعد أول ما بيجي لك البلاغ ده تختار المأمور أو نائب المأمور وبعد كده نختار بالبلاغ ده نختار النيابة. شن النيابة هو كل شغل النيابة. شن النيابة لو كان بقى جثة في المستشفى بيتخذ واحد من الشرطة يعاين جثة معاينة ظاهرية بس معاينة كده ظاهرية بس وخلاص. وبعد كده النيابة بتنتقل بقى تعمل معاينة وتقول الإصابات إيه وحسب الإصابات اللي فيها إصابات كدمات أو جروح قطعية أو جروح ردية أو جروح نابس يعني حسب الإصابات اللي موجودة. وبعد كده بعد النيابة ما تعمل المعاينة دي والطبيب الشرعي تبتدي تبقى الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي بقى هيشرع بص. الطبيب الشرعي هيشرع يا اما تروح طب شرعي يا اما تروح في المستشفى والنيابه تقول له المستشفى ولا يمحي فان طب الشرعي بيجي المستشفى واحيانا بيبقوا الجثث بيودوها مستشفى موجوده في ايه؟ في بالنسبه للمديريه او مديريه الصحه او اي مكان هو مفتش الصحه بينتقل في المكان اللي النيابه بتقول له عليه بيجي يشرع الجثه وبيكتب كل حاجة بياخدها طبعا كل حاجة بياخدها معاه عشان بعد كده بيروح مكتبه أو الطب الشرعي ويبدأ يعمل تحليل كامل لكل الأعراض أو لكل الأجزاء اللي جابها بالجسم ويحدد سبب الوفاة. سبب الوفاة طبعا الموضوع ده بياخد منه وقت ياخد منه وقت مش يوم اتنين ولا لا بياخد اكتر كتير. طب هو بيشرع جثه في نفس اليوم والجثه عادة تتدفن الجثه ما اتدفنتش فبيروح بعد ما ياخد على طول في نفس اليوم بيعمل كشف ظاهري كده وبيقوم باعت للنيابه مش قادر بقى مش هيثبت ايه اذا كان دي فيها سبب الاصابات فيها شبه الجنايه ولا ما فيهاش شبه الجنايه. ماشي؟ ويقوم بعت الجواب للنيابه وفي النيابه يقوم بعت القرار عن مركز الشرطه
تقول لهم اللي النيابه صرحت بتاخد الجثه والبقاء لله. تاني النيابه ونبدا كده خلاص الموضوع ايه؟ ترمي الشرعي خالص. طب الترمي الشرعي خالص وكل حاجه بقت ايه؟ خلاص ترمي الشرعي انت ممكن تجيبه اكتر من مره. اكتر من مره. وانت بتراقب. لان ديت حاجات فنيه وجوهريه ومهمه ومؤثره في الدليل. مؤثره في الدليل. هنا بقى اللي بيجيب دليل محامي. لا النيابه بتقول ولا المحكمه بتقول. انت صاحب المصلحه وانت المحامي اللي عندك اللي مش عندهم. انت فاهم حاجات شفتها وحاجات فنيه وحاجات ماديه وحاجات انت لما بتعرضها تتعلق بالموضوع. طيب بعد ما تيجي تترافع بقى في المحكمه انا مش هقول لك تقول ايه، لكن بترتب ايه في المرافعه؟ لان الوقت كل وقعه بتختلف عن التاني. بس في وقائع بتبقى مرتبطه ببعضها شويه. يعني جرائم التعدي على النفس، القتل والكلام ده كله. يعني في وقائع بتبقى قريبه. وفي وقائع بتبقى مختلفه تماما. احنا بقى لما تيجي حضرتك تترافع. انت دلوقتي كل أدلة الدعوة تحت يديك. كل أدلة الدعوة في دماغك. كل أدلة الدعوة أنت عايشها. كل أدلة الدعوة أنت هتعيش المحكمة الواقعة بأدلتها كما لو كانت المحكمة شايفة الواقعة دي بالظبط منذ أن بدأت إلى الدعوة. أنت. محدش هيعمل غير المحامي. لا النيابة ولا أي جهة تانية. أنت اللي بتقرا الكلام ده. لانك انت اللي تحصل على هذه الادله بعيد عن الورق. بس بتقترنها بالورق. بس بتاثر على الدليل نفسه. لان في حاجات لا النيابه بتجيبها ولا اي جهه بتجيبها، لكن انت المسؤول مسؤوليه كامله لانك تجيبها لن هتاثر بالنسبه لك في صحه الدليل من عدم. حاجات مهمه. حاجات فنية وحاجات رسمية. يعني التوقيت، الضوء، حالة الرؤية. حالة الرؤية دي تفرق كتير. ما يمكن أثناء الواقعة دي كانت حالة الرؤية غير واضحة. وحالة الرؤية غير واضحة وما كانش حد موجود. ما حدش شاف. الناس نايمة. وكانت حالة الرؤية لو كان حد شافها هيقول الساعة كذا. لو قال الساعة كذا هتبقى حالة الرؤية غير صح. الدليل هيأثر عليه. لو حد شاف هيقول لك أنا شفت بس الدنيا ما جاتش منورة. شفت المنتهى والله ده جال اتنين وملثمين. طب شفت السلاح؟ أنا ما شفتش السلاح. لأن الرؤية ما كانتش واضحة. كم واحد يقول لك ما قدرت أنا شفت اتنين وملثمين. ده حاجة كبيرة أوي. طب احنا هنوصل لدول ازاي؟ هنوصل. بس عايز ايه بقى؟ الدماغ ايه بقى؟ الواد المحامي اللي هو ايه؟ لو انت هتدور الحق احنا بنتكلم ازاي توصل للحق؟ هتدور الحق دور بس احنا عايزينك توصل ويبقى كده. هو ده اللي احنا بنتكلم. وخلي بالكوا الحاجات دي احنا عشناها. انا عشتها واقع
وزي وده هو ده هو ده وكان اللي حتى يعني موضوع الواقع كان في البحر والقارب خدوه وطلعوا على البر. البر ده فيه موز والموز ده شجر كبير والدنيا حتى بتبقى ضلمه وهم كانوا جايين في توقيت يعني هنا برضه النور النور مش قوي ولما نخش في الموز النور بيستحيل ماشي. الوقت ده كان في ناس موجوده ناس موظفين على البحر في وحده محليه شايفين بس شايفين مين؟ شايفين ناس خارجه من القارب والكلام ده كله. طيب هنا بقى لما تيجي تقول التوقيت هنا كان الساعه كام؟ هنجيب الموظف بتاع الوحده المحليه ده انا كنت سهران مبطش فهيقول انا شفت كذا كذا كذا. طب تقدر تحدد دول؟ قال له لا ده هم ناس ده هم تحت على النوم تحت طالعين على النوم في موز وانا فوق انا بطلع فوق على البر ما بقتش ايدي بس ما اقدرش احدد دي. انا شفت واحد اتنين تلاته لكن ما اقدرش احدد مين. شفت السلاح ما شفتش. هنا لما هو بيقول هو بيقول صح هو ما يعرفش ده ولا ده راجل موظف ولا بطش في شغله فبيسأله الوكيل نيابة بيقول له انا يا باشا مانيش في البلد انا بطش في شغلي انا شفت اليوم اللي انا شفته قلت عليه. فهنا بيسأله احترم طبعا هو عارف ده ليه سببه ايه ما يعرفش هو كده بيسأله واحد اتنين تلاته. فلما جه سأل والواد قال الكلام ده صح واحنا قدمنا ما يفيد كده ده احنا رحنا جبنا من الانصار الساعه كام الساعه كام كان الرؤيه كده الرؤيه تبقى واضحه ازاي وقت ايه ومين يشوف. ايوه من الحاجات السهله ده واحد هياخد اعدام ولا مجموعه تاخد اعدام لازم انت توصل لا ما انت بتاخد تصريح بتاعك وتروح للجهه دي عشان نديك اللي ايه اللي انت عايزه. وهنا اسمع ايه خلصنا احنا كل ده ما خلناش حاجه ما ترفعناش فيه ما خلناش حاجه ما عرضناهاش على المحكمه ما خلناش حاجه ان المحكمه تقدر تعرضك بحاجه. لا انت بتقدم كل دليل يقيني وعلى صحته الاتهام يبقى هنا ايه سند الاتهام يقوى على حمله بالادله اللي موجوده في الورق يبقى هو ده ايه؟ بعد كده المحكمة ما بتسيبش حاجة خالص في القضية اللي زي دي. لأن في حاجة تتعلق بالنفس، حاجة تتعلق بالناس بتموت، ناس بياخدوا طار، ناس بياخدوا عدال، بياخدوا السهم، خلي بالك. فهنا لما المحكمة بقى تقتنع خلاص انت رفعت وقلت لا خلي بالك المحكمه ما بتسيبكش تسيبك تقول اللي انت عايزه في القضيه اللي زي دي اللي انت عايزه بتقول عليه تخلص كل اللي عندك ليه؟ لان انت بتتعلم ده ما ينفعش. لما المحكمه تيجي وخلي بالك لما المحكمه تيجي تدي براءه او تدي عقوبه اخف بتبقى برضه مش لا ده المحكمة بتقعد ده بتحجز الحكم اسبوعين او شهر لغاية ما تحكم فيها لأن الأمر مش سهل. فلما تيجي المحكمة تحكم وفي المداولة وبتبدأ هو المداولة ايه؟ ثلاثة رئيس واثنين ودول يعني الموضوع مش سهل. وخلي بالكوا الحكم من عند ربنا سبحانه وتعالى. حكم من عند ربنا سبحانه وتعالى. هم بشر وبيداوموا والقانون بيقولوا معاهم وهم اللي بيحكموا وهم اللي بيعينوا المفتي وهم اللي بيعدلوا وهم اللي بيدوا براءه هم كل حاجه. بس ده من عند ربنا.
لأن لما بيتداولوا بيتداولوا ثلاثة، وقد يختلف واحد معاهم، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون الرئيس وعضو الشمال وعضو اليمين مش موافق، ممكن يكون عضو الشمال والرئيس. المهم يبقى الحكم أغلبية، حكم بيصدر من أغلبية. يبقى إذا هنا، طب هنا الحكم بيصدر من أغلبية، طب وفي الإعدام الحكم بيصدر بإيه؟ بإجماع الآراء. حكم بيصدر بإجماع الآراء. ده بالنسبة لي قضايا التعدي على النفس والحاجات دي اللي هي موال كبير، وخلي بالكم قضايا التعدي على النفس دي لازم يعني هنقول وهديكم القضية نقرأ كويس أوي، تقرأ كويس أوي. القضية دي ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هو قضية القتل، المرحلة الأولى اللي هو البلاغ المبدئي والاستدلال والنيابة وخلصت القضية، وبعد كده إيه؟ راحت إيه؟ المحكمة الجنائية. هنقول بقى والنيابة والكلام واللي إحنا بنستلم، إحنا قلنا الكلام ده مش عارفينه بقى. فهنقول القضية دي، القضية دي بعد ما اتحققت وراحت المحكمة والكلام ده كله، نشوف بقى الحكم في القضية دي كان إيه؟ نشوف الحكم في القضية دي كان إيه؟ أنا مش هقول كان إيه؟ أنا هقول لك كده وأنت تقرا، ماشي؟ الحكم ده أول حاجة حكم محكمة الجنايات اللي هي إيه؟ أول مرة اللي هي مثلا تبانها في القاهرة ما أعرفش إيه، كانوا عارفين طبعا محكمة الجنايات ولا ما أنتوش عارفين؟ اسما حتى عارفين محكمة الجنايات. محكمة الجنايات دي بتبقى فين؟ لكان في بقى بالظبط؟ ها؟ محكمة كلية، محكمة كلية في دايرة المحكمة الكلية، محكمة كلية في دايرتها ايه؟ المدني المستأنف والمدني الكلي وما اعرفش ايه ومحكمة الجنايات، ماشي؟ محكمة الجنايات بقى دي بتفصل في القضية دي، هذا بقى الجرعة كلها من جامعة طنطا أو جامعة القاهرة، فبتروح ايه؟ للمحكمة المختصة. المحكمة بتبدأ تباشر تحدد جلسة، القضية جاية تحدد لها جلسة جاهزة، وتبدأ اليوم كذا جلسة، ونبدأ المحامي يروح والمحكمة والنيابة، ونبدأ جديد، نبدأ من الأول يعني. أنا برضه بقول إيه؟ مش بقول حاجة خالص، أنا بقول حاجات كده. يبقى المحكمة أول مرة هتبدأ في المحكمة الكائن فيها محكمة ابتدائية. محكمة كائن فيها المحكمة الابتدائية، دي محكمة الجنايات. بنبدأ محكمة الجنايات زي ما احنا قلنا، بيحددوا أسبوع كل شهر. المفروض يجي لك حسب دورك يومك إيه يوم في الأسبوع، تاخد الرول تعرف القضية بتاعتك يوم إيه. بتبدأ من الساعة كذا للساعة كذا. تبدأ تترافع في القضية بتاعتك، تترافع في القضية أو هتأجل، أنت حر، هتأجل شهود الإثبات، هتأجل أي حاجة أنت عايزها، المحكمة مش تقول لأ. طب المحكمة أنت ترافعها، والقضية دي جابتها وتأجيل كتير أوي، يجي 30 أو أكتر، وفيها محامين كتير، فيها محامين كتير، أوفر محامين كتير. وفيها عنف كبير، وفيها وقائع كتير، وفيها قضايا تعدى عن نفس كتير، مش قضية واحدة، لا، قتل أو قتلوا، إذا كل ده كل قضية وهي قضية واحدة، بيبدأ منها قضايا كتير أوي أوي، سلام من الإكرام. قتل عند معصمة الصلاة راسه، اقترار، كل القضايا دي النيابة حقيقتها وحقيقتها للمحكمة، والمحكمة ادت أحكام في إعدام في 25 سنة مؤبد، في 15، في
وفي 10 هي جديد، يعني حاجات اللي ايه الاحكام متعدله والايه والمحكمه استعملت مش استعملت منتهى القوه في النهايه كل مؤبد في بس بسيط 15 الباقي في 7 في مجموعه اعدام كله، واحنا كنا من ضمن الناس اللي كانوا واقفين اعدام كده وحاجات كده وكده. فهنا ادي القضيه دي. طب القضيه دي بعد الحكم ده هنروح فين؟ النار. هنروح النار. مهم يا ابو النار ده، خلي بالك انا رايح محكمه النار، ده مش احكام عاديه، لا ده اعدام مؤبد. الموضوع بس سهل. فهنا لما روحنا محكمة النقد وكل واحد طبعا عمل مذكرة وقدمها في المواعيد اللي هي ايه؟ 60 يوم. ها؟ 60 يوم. 60 يوم من خلال لما تيجي النهارده خلاص احنا قدمنا كلنا قدمنا المذكرات والمواعيد حتى بتاعت المحكمة والمنتهى الفلاني الفلاني الاستاذ الفلاني بتاعي كذا 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 وقدم مذكرة كذا، مذكرات كتير. وبعد كده المحكمة ايه؟ بعد 60 يوم خلاص تبدأ محكمة النقض ايه؟ يشتغلوا، هيبدأ المكتب الفني بقى وتبدأ نيابة النقض عشان تعمل مذكرة. ما هي القضية دي بقى اللي راحت محكمة النقض دي اللي أي أول حاجة هتعمل فيها نيابة النقض. نيابة النقض كلها محامين عموم. نيابة النقض كلهم محامين عموم. القضية دي كان فيها حوالي 3 4 هتشوفوهم دول هم كانوا نيابة النقد. نيابة النقد عملت تقرير وخلصت وايه؟ وصلت للمحكمة. وقالت رأيها. قالت رأيها. نيابة النقد قالت رأيها. خلي بالك رأي نيابة النقد مش ملزم. مش ملزم للمحكمة. غلط. نيابة النقد نفس الوضع، بس نيابة النقد بتكتب كويس، بتكتب بينافي، بيكتب كويس قوي. نيابة النقد دي قايلة كلام كويس، أنا مش هقول برضه لا هتروحوا عندهم، أنا مش هقول. فهنا في الموضوع ده أنت هتقرا. طيب احنا لما بعد ما رحنا محكمة النقد ونيابة النقد قدمت التقرير واحنا قدمنا اسباب الطعن بتاعتنا والكلام ده كله، والمحكمة ايه؟ محكمة النقد حكمت. محكمة النقد حكمت. الدنيا كانت قايمة بالشعب ده اعدام. والموضوع مش سهل. طبعا محكمة النقد بصراحة يعني ونيابة النقد كان قايلة شغل كويس كمان. محكمة النقد قبول النقد وإعادة إلى دائرة أخرى. يبقى إيه؟ خلصت القضية. خلصت الأحكام دي كلها. المؤبدات وكل ده حاجة ما كله خلص. وهنبدأ بقى من أول وجديد. ونروح تاني المحكمة المختصة اللي هي في مكان المحكمة اللي هي بقى. ونبدأ احنا بقى منين؟ من الأول. هتبدأ من الأول وأنت بتبدأ من الأول غير بذلك. احنا كنا بنتكلم في المرافعة على الأدلة اللي قدامنا. ظروف مشددة وسبق إضرار واقتران وكله كان موجود. انت جاي بحكم المحكمه بتحدد لك بتقول لك ظرف ظرف الاضرار مرتفع، الاقتران مرتفع، الظروف المشدده مرتفع، الاتفاق مرتفع، كل ده المحكمه لغته والمبين لغت الاحكام وبتديك بقى في الاسباب
رفع يا استاذ بقى، انا خلصت لك كل حاجه وشوف مين اللي هي. وده النتيجه اللي كان عندنا هنا، اللي خد مؤبد خد براءه، اللي خد 25 سنه خد 5، اللي خد مش عارف ايه خد 10. المهم كل الاحكام اللي كانت موجوده في القضيه اللي هي كانت اول درجه ليها في المحكمه دي عجبت الاول اتلغى، مش كده وبس، واتلغى وده سبب قالت مفيش اتفاق سابق اقتران ليه وكذا كذا كذا كذا، مفيش سابق مفيش اقتران ليه عشان كذا، مفيش مسؤوليه ليه، مفيش اتفاق ليه، كل ده المحكمه خلصت. فلما تيجي النهارده تقرا اللي في الورقه ده وتقرا الحكم الاولاني وتقرا الثاني، ده يعني انا مش هقول لك ايه بقى، انت هتقول، انت اللي هتحدد، انت اللي هتحدد، لان ده مش هيجي تاني، الحكم ده مش هيرجع تاني من اي ده خالص، لان احنا ما كناش بصدد قضيه واحده، لا احنا كنا بصدد قضايا متعدده باتهامات متعدده بأدلة متعددة، وكل قضية تناولتها المحكمة النقض دي بالقانون والموضوع. فأنا إيه خلاص، أنا خلصت دي وهديها لكم وهتقرا، وبعدين نبقى إيه دي هتبقى دي كأنكم إيه يعني مش هيبقى زيكم، لا خلي بالك أنا أتحدى إن حد يطرح قضية زي، وخلي بالك انا موجود برضه. هتلاقي الاسباب انا موجود ومن الاول خالص انا موجود، يعني انا ايه ليه دور كبير فيها قوي.